السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كيوصلكم هذا الفيديو يليكم كامل بصحة وعافية يا ربي. صباح الخير عليكم يا الحباب الزينين. يا أم خيتي كي صبحتو؟ صبحكم بالربح والخير إن شاء الله. اليوم جيت ندير مع حبيباتي بطاطا كوشة في الفرن. واش نقول لكم، جات معسلة بالبنة كيما راكم تشوفوا. درت 5 مغارف تاع زيت في المقلة، ودرت زوج حبات تاع بصل كيما راكم تشوفوا. شو قطعتهم تقطيع عشوائي، ها ما نقول لكم لا مربع لا رقيق، راكم تشوفوا التقطيع كيفاش جا داير. هاي درتهم في تيته تاع ملح. هذا البطاطا كوشة سهله مهله. البصل هذا نذبلو برك، ماشي شرط لازم يكون يدي داك اللون الدوغي، لا لا غير نذبله برك كيما راكم تشوفوا. وكان عندي زوج حبيبات تاع فلفل حلو نزيدهم عليه، ها كيما راكم تشوفوا. انا دبيل غير فتيته تاع زعما بي غير فتيته دبيل، ما لازمش تحطها تولي اللون تاعو قهوي، لا لا غير دبلوه برك، نحتاجو فيه دبيل خاطر لو كان نديرو هكاك في الكوشه يجيكم يتغزغز. ها شوفوا حبيباتي ندبلها مليح. قلت لكم زوج حبيبات تاع بصل كبار، درت 5 مغارف تاع زيت في المقله، ودرت لهم فتيته تاع ملح، وراني ندبل فيهم كيما راكم تشوفوا. ها كيما راكم تشوفوا قلت ندير درت البطاطا كوشي هذيا، قلت نشاركها مع حبيباتي. شوفوا بعد اللي تبيض وكان ندير لها الفلفل، الفلفل الحلو. ها شوفوا حبيباتي زوج حبات تاع فلفل الحلو ثاني قطعتهم كيما راكم تشوفوا مربعات. وانا الحمد لله انا زواريه كيفي كيفكم، الغدا اللي نديره والعشاء اللي نديره راني نشارك مع حبيباتي باه تدو فكره. ومشي شرط للحب باه ناكلو، ماشي شرط اللحم نديرو بيه العشاء، وماشي شرط اللحم نديرو الاطباق. ها راكم تشوفوا حاجه مانيش نشريها سبيسيال للقناه، كاين ربي كتب ربي وجا الخير راني ندير. ما جاش الوصفه اللي نديرها في دويرتي راني نشاركها مع حبيباتي باه تدو فكره. باه الوحده كيكون عندها غير البصل والطوماطيش والبطاطا ما تقولش ها هو ما عندي ما ندير. ها شوفوا حبيباتي دوكا ندير لها فتيته تاع ملح، راكم شويه تاع ثوم اللي قسمته، فتيته تاع ثوم درتها لهنا في مع البصله، وفتيته تاع ثوم نخليها للبطاطا. الثوم اللي قطعتها رقيق ما سكرفات ما درتوش في الكرفاجه، ما سكرفاتوش ها كيما راكم تشوفوا. وسمحوا لي خطات ثلاثه تلف لي الهضره، وقلت لي في الهضره نقول عهد من ناحيه غير خلي حبيباتي راهم يلفوني ويلفتهم. ها هي كيما راكم تشوفوا دوكا ندير فتيته تاع فلفل كحل، يمني تيجي تقطر بالعسل، جيت تقطر بالبنة، جيت تقطر. شوف انت فتيتة تاع فلفل كحل، وسمحوا لي راه هاك شو راني شادة التليفون بدون حركة بيد، راه شو الزنجلة راهي ضاربة. هاكم تشوفوا مرة والحياة تتزهزم، هاكم تشوفوا الله غالب. ان شاء الله كيفرج ربي ونشري هداك الحبوبة اللي يجي طويل. هيا ولصق فيه التليفون، حياة تبدا تسقطش، تبداو تشوفوا متى كيالي دوخ من هذا كي تشوف هاك الحياه تزعزع بزاف. ها شوفوا شوفوا بعد اللي دبل، قلت لكم ما نحمرهش غير دبلت له بركه. وعندي 3 حبيبات تاع بطاطا كي قطعتهم جاوني شويه قليل، هيا زدت حبه الرابعه صغيره، الحبه الرابعه تاع غير صغيرونا. ها الحباب الزينين وديما قلت لكم لي زيبيز ديرهم غير مع التيلي لخاطر كي تبدا يتحرجو يطولي في الحريت ينحرقو، كي ينحرقو تجيك الماكله مره. والحوايج التقليديه كيما هكا مثوم وكيما الشوربه لازم تهفتي للفرن تهفتي للنار وتقلي مليح، كي تحرجي مليح تجي الماكله بنينه. هاو ها شوفوا الحباب الزينين قلت لكم غير ندبله مليح بركه ونطفي عليه. ها شوفوا قلت لكم عندي 3 حبات تاع بطاطا قطعتهم جاوني شويه قليل، زدت لهم حبه صغيره يسمى 4 حبات. ها شوفوا كيفاش قطعتهم، قطعتهم مدورين شويه خشين، ماشي خشين بزاف لا لا، راكم تشوفوا نوريكم. ها كيما راكم تشوفوا الحباب الزينين عندي كيما راكم تشوفوا فتيته تاع ثوم، فتيته ملح
فتيته تاع فلفل لك حلو، فتيته زعفران، هذا ما كان. والثوم خليته هكاك، قطعتها غير قرقيق، ما درتهاش في السكرفيج. كيما راكم تشوفوا حبيبتي، قلت لكم جات واحد البطاطا كوشه تاكلوا ليها صباحكم، جات تقطر بالبنه. ولا عندكم القصبر ثاني ديروا القصبر، انا القصبر ما عنديش. وقلت لكم اني الحاجه كي نحب نديرها الا اذا ما كتبليش عليها ربي، كي نقول حاجه اللي نديرها نديرها. ودي سي كدو راح نديرو، هاكم تشوفوا ديك البصله والبصل والفلفل اللي درته، ها ندير فيهم فوق البطاطا. دونك نخلط ونجيب البلا وندير في الكوشه. قلت لكم كي تحبي ديري حاجه من الفليل في الليل قولي غدوه شي ندير، غدوه الصباح شي ندير وشي ما نديرش، وشي ندير غدا وشي ما نديرش. بها الصباح كي تنوضي تنوضي هادو ديها من عندي، كي تبقاي كي ديسيدي حاجه تقولي غدوه نديرها الصباح تنوضي ليها ناشطه. هاني نقول لكم صح، لو كنت تبقاي حتى مع الصباح تخمي واش ندير غدا واش ندير غدا واش لا لا، من في الليل فكري وخمي قولي غدوه واش ندير غدا، غدوه ندير الحاجه الفلانيه. ها شوفوا خلطتهم هذوك مليح، دونك جبت في بلا يروح للكوشه، ما دهنته ما والو، ما راح يلصق ما يصير له والو حتى حاجه. صرتو الدراري كيما هكا كي تيجي تدير الماكل راهم ياكلوهم يا سيدي، شويه المقلين مقلين مقلين ها راه يضرهم، كي يكبروا يبداو يتقلشوا، يا شوي علموهم ان نعلموهم ياكلوا دول الماكل. دوكا راه كل حاجه غليت، ولما نطيقي الزيت ولا للبطاطا ولا للبيض ولا يا شوفوا حبيباتي نفرغه كامل. وهذا البيسين اللي راكم تشوفوا هذا البورت مونجي، دوكا ثاني عندي ثلاث حبات تاع طماطيش قطعتهم ثاني دوائر كيما راكم تشوفوا، درت لهم فتيته تاع ملح ودير لهم غير مورف صغيره تاع سكر وخلطوها مليح مليح. داك السكر ينحي لك هذيك القروصه تجيك ما شاء الله، القروصيه هذيك تاع الطماطيش كاع ما تحسيش بها. ها شوفوا درتها ودرتها في داك ديك البيسيني كانت فيها البطاطا باه كاش ما ريزيبيش ولا تشربهم وتجي فيها بنينه. هاكم تشوفوا دوك نفرشها من فوق. قلت لكم اذا عندكم القصبر، انا قلت لكم ما عنديش القصبر، وعندكم حبه تاع زيتون كحوله زوقوها من الفوق تجيكم واحد البنه يا الحبيب الزيني. ما عندي ما نقول لكم، انا درتها من قبل بالزيتون وال كان عندي حبه تاع زيتون والقصبر، جات ما شاء الله. شوفوا عندي كاس تاع الماء، هذه الكاس تاع الماء لاقيله يوزن 220 مليلتر. ها كيما راكم تشوفوا كاس ما زدتلهاش، كاس تاع ماء كيما هكا قد تقدري ديرها ديري حبه تاع زيتون حبه هنا وحبه لهيو. ها كيما راكم تشوفوا اذا زيتون لك كان عندك. وعندي دوكا نغطيها بالبابي كويستو كيما راكم تشوفوا، شمخوه هنا نسيت ما شمختهش، شمخوه باش ما شمخوه كرفسوه غطي بيه من التحت، وبعد لمي بالمنيوم مقطع تاع الالمنيوم راه راحلي. ها كيما راكم تشوفوا حبيباتي غطي كيما هاك ولميه بالمنيوم وخليه. شوفوا ديروها في تشوف كي شفتوا الكوشه ديروها في الوسط السنيوه، نتوما ديروها الدرجه اللي تحت الوسط من التحت. هاكم تشوفوا نوري لكم الماء، شوفوا شعال الماء شعال جامع. ها تقلب لي المقطع المهم هذا تجي قبل الاول ساعه جاي هذا. هاكم تشوفوا قلت لكم بعد اللي طابت ساعه، قعدت ساعه في الكوشه ها شوفوا كيف طابت. قلت لكم ديروا السنيوه في الوسط الدرجه اللي تحت الوسط، ثم ديري السنيوه ونقصي كوشتك، ماهيش ناقصه للطرف وماهيش زايده للطرف، شوي شوي كل وحده كيفاش. انا سنيو الكوشه راه ما فيهاش الارقام غير بالدرجات برك. بعد اللي طابت ندلها هكا عندي فتيته تاع فرماج، الدراري يبغوا الحوايج اللي فيهم الفرماج يموتوا عليهم، كان الخيلهم كيما هكا ياكلوا كلش الماكله اللي ديريها ياكلوها لك. ها شوفوا كيما راكم تشوفوا عندي فتيته تاع فرماج بكرفج. قلت لكم اذا عندكم ثاني حبه تاع زيتون ديروها من زيتون الكحل راح تلاقيكم بني مليحه في الماكله. ها شوفوا حبيباتي وكمان نشعلها كوشه ما والو، هاك الكوشه سخونه رديها الذوب يذوب غير فرماج غير حاجه خفيفه. هذا ما كان علاه تشعلي حتى تضلي تشعلي في الفرن وفي الكوشه، كنرد هاك الكوشه سخونه شوفوا بعد اللي ذاب. ها شوفوا حبيباتي قلت لكم سهله مهله، ديريها في الكوشه ساعه
وريحي تقضي صوالحك، نوضي ليها الصباح ولا كنتي راح ديريها العشاء من بعد صلاه العصر ديريها، ولا ديريها الصباح ديريها كيما نقولوا هكا تجي حتى 8:30 ولا 8 وديريها طيب، هي راك تقضي في صوالح حياتك. وغدي كل عشاء راه يطيب. ها شوفوا حبيبتي، قلت لكم جات بنينه ما عندي ما نقول لكم، راكي ديجا راني دروك ندير في الارض راني راهي شهيتني. ها شوفوا حبيبتي كيفاش تجي دايره، والفرماج ماهوش لا ما عندكش فرماج ما ديش فرماج، تجي بنينه بلا فرماج. انا ضرب الاول كامل جربتها بلا فرماج. ها شوفوا حبيبتي كيفاش تجي دايره، هو ماشي شرط يكونوا عندنا غير لازم ديك وديك بيه ديري. ها ثلاث حبات ربع حبات تاع بطاطا، وثلاث حبات طماطيش، جوج حبات بصله، هاكم تشوفوا نقسم لكم فيها تشوفوا باش نوريها لكم. قلت لكم نديروها على ساعه ساعه طيب لكم. ها شوفوا كيف تجي دايره الحباب الزينين. ها شوفوا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيف تجي دايره البطاطا طابت زبده، الطماطيش ما عندها حتى روح، الطماطيش ثم طيب. ها شوفوا جات معسله بداك البصل والفرماج، البصل راه يطلع على بالكم بالبصل كي يكون طولي وتي تقلي فيه راه يطلق ولي كراميليزي. ها شوفوا حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى الى وصفه جديده ان شاء الله.